او فتح بيتك لناس بعاد عن ربنا تماما، تمام، يعني مش كويسين. فهي معنى ان انت تشوفه كبير وصغير مش عارفين، ناس ما بتعرفش ربنا او ما تعرفش تعاليم او عادات ايوه وتقاليد. تعمل ايه يعني؟ يعني ما احنا في بندخل البيبان يعني لو بقى لسه جايين تاني نشوف. هقول في لوبي بانكو اعرفوا. بصي البني ادم عنده الاستشعار ده عالي جدا، صحيح. يعني انا لما اقعد مع حد بعمل له كده زي يعني بفهمه، يعني فاهمه تحليل ازاي؟ يعني. فلازم اول حاجه بتقع في خاطرك او الانطباع الاول حطيه على جنب، لانه صح صحيح، الانطباع الاول يدوم. يدوم صحيح. صح. فاعرفي كده ايه الدنيا، وحاولي ان انت تبعدي من حواليك الناس اللي مش كويسين. والنمرين ايه بقى؟ النمرين دول اتنين يظهروا عداوتهم بس داخلين في حياتها داخله غير عاديه. بس دول بيلعبوا معاها استني، وقريبين. ده مش لعب. هو الناس دي بتلعب؟ لا، هو النمر بيلعب. انا عارف اهو، هو لا النمر بيلعب ولا الاسد بيلعب. فهو الهدوء الذي تسبقه العاصفه. فلا خافي منهم قوي، لان في ناس عامله نفسها حبيبه وداخله في تفاصيل دقيقه في حياتك لدرجه اوضه نومك. فبتحكي انت كل حاجه، انت طيبه واضح. حتى يا صوفيا لو كانوا اقرب الاقربين مظبوط، لازم تنتبه. اي حد مفتوحه معاه قوي كده، بتتكلم معاه بانفتاح كده، انتبهي. طيب ناخد احلام من على الصفحه ولا معانا ناس؟ معانا فاتن. معانا يا فاتن؟ فاتن لسه معانا؟ فصل. طيب ياسمين، اهلا يا ياسمين. ياسمين معانا؟ طيب ناخد معانا فاطمه، بتقول ده عيد دعاء استخاره، ولو ان انت دايما تقولي انه مفيش يعني مفيش رؤيه بعد الاستخاره. الناس كلها حفظت على فكره. لكنها برضو مصممين يعني. نامت وحلمت انها كانت بتقول انا كنت عند تيتا في البلكونه متقفله، وكنت بشعري وشكلي حلو جدا، وجبنا عمي الصغير معتز قال لي بحبك وهتجوزك.